بارك الله فيكم فضيلة الشيخ. هذا السائل يقول: هل يجوز للإنسان أن يصلي بتيمم واحد صلاة الفريضة والنافلة؟ نعم، يصلي بالتيمم الواحد صلاة الفريضة وصلاة النافلة أو عدة صلوات فرائض إذا لم ينتقض وضوءه، لأن التيمم يقوم مقام الماء، فما دام لم ينتقض وضوءه فيصلي ما أراد من فرائض ومن نوافل.